اهلا بيكو. احنا دلوقتي المفروض اتفقنا في الفيديو اللي فات ان انت هتكون نزلت ليبرا اوفيس، وهينزل لك الايكون بتاعه اللي قلنا عليه، اللي هو الايكون ده هيبقى موجود على الديسكتوب، والمفروض ان انت لما تعمل عليه دبل كليك هيتفتح لك ويندو زي ده. اوكي، الويندو ده يمكن انت عندك الجزء اللي في النص ده هيبقى فاضي، اللي هو فيه الحاجات الشغل القديم بتاعي، لكن انت عندك هتبقى مفيش فيها حاجة لان انت اول مرة تفتحه. المفروض انك هتروح هنا بقى على الناحية الشمال وهتدوس على امبرس بريزنتيشن. لما تدوس على امبرس بريزنتيشن المفروض ان الانترفيس او الشكل بتاع ليبرا اوفيس قدامك هيتغير، ويظهر لك شكل اللي هو بقى بتاع الليبرا اوفيس امبرس اللي هو بتاع البريزنتيشنز. ده ممكن ياخد شويه وقت صغيرين، اصبر عليه، هتلاقيه فتح وزي ما انت شايف قدامك انترفيس. المفروض ان انت تبتدي تعمل بقى البريزنتيشن بتاعتك عليه. احنا لو انت شفت قبل كده باوربوينت او عملت بريزنتيشنز على سوفت وير زي جوجل بريزنتيشنز مثلا، هتلاقي انترفيس زي اللي انت شايفه ده بالظبط، بتبتدي تخلق من عليه. انا عايز نروح مع بعض ونبتدي نعمل شوية حاجات مبدئية بسيطة جدا نعمل من خلالها البرزنتيشنز اللي احنا عايزها. اولا انت مظاهر عندك المساحة دي، ده سيتنج بتاع برزنتيشن. لو دخلت هنا على التايتل، تايتل لوكيشن، نقدر احنا انا بكتب اللي انا عاوزه هنا، وبعدين هحط هنا بقى شوية كلام لهم علاقة ب creating new presentations. طبعا هتكتب بالعربي او هتكتب بالانجليزي، السبيلنج تشيكر شغال، وهتقدر تعمل البرزنتيشن بالشكل اللي انت عاوزه. المهم دلوقتي احنا عملنا دي سلايد. طيب لو انا عايز اعمل سلايد جديد اعمل ايه؟ عندي هنا زرار اللي فوق ده اللي مكتوب عليه بلس اللي هو نيو سلايد، او هنا من سلايد نيو سلايد، تابع معايا، يا الزرار ده يا هتنزل المنيو بتاع سلايد وتقوس نيو سلايد، يا هتدوس كنترول ام. اوكي، وانس عملت سلايد جديده بتظهر لك السلايد الجديده بالسيتنج المختلف. دلوقتي احنا عندنا اكتر من اختيار، لو تلاحظ في اكتر من اختيار هنا للسيتنجز المختلفه. عاده بنختار التايتل سلايدز او السلايدز اللي هنكتب عليها حاجه وثبت الموضوع بتاعك. فهنا مثلا now I created new سلايد، اوكي، وهخش على الجزء التحتاني ابتدي بقى اكتب كلام، open libre office open impress add new سلايد. كل ما بدوس انتر هنا ايه بيدخل، انا مش هدخل معاك في الفورماتنج، انا عايزك دلوقتي معايا تركز في حاجة واحدة بس. الحاجة دي هي ايه؟ ان انت هتخلق برزنتيشن بسيطة جدا، ما فيهاش التعقيدات بتاعت الحاجات اللي انت بتشوفها الفانسي دي. الليبر اوفيس هيطلع معاك الشغل الفانسي، لكن دلوقتي احنا عايزين نركز على انت هتعمل حاجة بسيطة جدا. هنعمل شوية تكست وبعدين هندخل بعديها نبتدي نحط صورة او اتنين، ونغير الفورمات بتاع السلايد، وبالتالي يبقى عندنا برزنتيشن جاهزه ان احنا نتكلم بيها. نرجع تاني لليبرا اوفيس. انت هنا عملت سلايد وعملت الثانيه، عايزين نعمل سلايد جديده، هندوس على نيو سلايد من هنا، وهنغير الفورمات بتاعها ان هي تبقى بالشكل ده اللي هو سنترد تكست، و نقول this is centered text master. كلمة master دي سيبك منها دلوقتي، احنا ايه هنتكلم عليها بعدين. centered
اوكي. تاني النقطة الخط الأحمر ده معناه ان انا عملت غلطة في السبيلينج، وانا اخطاء السبيلينج بتاعتي كتيرة، بس الحمد لله السبيلينج تشيكر بيساعدني. المهم دلوقتي انت عملت واحدة تانية وواحدة تالتة ورابعة وعشرة. تعال بقى عايزين نحط صورة. هنعمل سلايد جديدة، والمرة دي هنختار البلانك سلايد، مش هنحط فيها حاجة. لو لاحظ كده ايه المساحة فاضية خالص وفيش فيها اي حاجة. في عندك هنا زرار اسمه insert image، او لو جيت من هنا من على المنيو insert تقدر تقول له اول حاجة اهي الايمج. هندوس على ايمج، هيبتدي يدخلك على المكان بتاع اللي بتعمل منه لودنج للايمجز عندك. انا هنا فتح على كورس كنت عامله قبل كده، خليني مثلا هختار الصورة اللي اسمها بلاك هات. اوكي، اول ما دوس على الصورة اللي اسمها بلاك هات حملها لي. اوكي، اقدر انا اخدها بالدراج اند دروب، ادوس عليها واحركها في المكان اللي انا عاوزه. واقدر كمان اغير حجمها، اشدها كده لفوق او اطولها واخليها اقل في العرض بتاعها. يبقى انت بتقدر كمان تغير حجم الصورة وتحطها في المكان اللي انت عاوزه في السلايد بتاعتك. تاني اهو الخطوات بتاعتنا، هنعمل نيو سلايد وبعدين انسيرت ايمج او من المنيو زي ما قلنا. اوكي، وتعالى المرة دي هنروح على حاجة تانية، هنجيب صورة واحد اسمه فيلفريدو باريتو. اوكي، صورة باريتو ظهرت قدامنا. يمكن انا عايز طيب الصورة دي دلوقتي بعد ما حطيتها كده عايز اكتب جنبيها حاجة. هنا بقى ابتدي احط تكست او اغير الفورمات. انا لو رحت دلوقتي وغيرت الفورمات مثلا بتاع الصورة دي وعملت كده، لو تلاحظ جاب لي تايتل وهكتب اسمه مثلا هنا فيلفريدو باريتو. اوكي، ده اسم الراجل. تعالى عايزين نحط بقى تكست، تيجي هنا عند insert text box شايف، او من هنا برضو insert و text box، او تدوس F2 وبعدين تختار مكان التكست بوكس اللي انت عايز تحطه. اوكي، وابتدي اكتب this is the picture of Wilfredo باريتو. اوكي، لو تلاحظ هو دايما يقول لي هنا على الاسم في الفريدو ان هو حطت لي عليه خط احمر بمعنى السبيلنج غلط. ده لانه مش من الكلمات اللي موجودة على السبيلنج تشيكر بتاع الليبرو اوفيس. فانت ممكن تيجي هنا بتدوس عليه باليمين وتقول له ايه اد تو ديكشنري، بحيث ان هو يضيف الاسم ده او يضيف الكلمه دي للديكشنري بتاعه، وبالتالي الخطوط الحمراء اللي تحتها تختفي، وحتى برده الخط الاحمر اللي هنا برده دلوقتي ايه هيختفي. معلش هو اتاخر شويه. اوكي، فيلفريدو لا هيختفي دلوقتي ان شاء الله. اوكي، يبقى انت كده عملت مجموعة من السلايدز بتتكلم فيها عن حاجة، وحطيت ايمج وحطيت تكست، او بتخلق نيو سلايد ومن خلال السلايد دي بتكتب الكلام اللي انت عاوزه. مثلا بكتب and here. اوكي، طيب برضو هنا انا الاول حطيت صورة وبعدين حطيت لها تكست، دلوقتي انا عايز احط تكست وبعدين احط لها صورة. اوكي، انا عايز اغير مقاس التكست دي، هاي مشددها كده المساحة فضيتها، وهقول له برضو insert image وهختار صورة تانية، صورة في البرين ستورمينج. اوكي، وهغير حجمها وهغير مكانها. وكده انا خلصت البرزنتيشن بتاعتي. اقدر بقى اعمل سيف، والسيفنج احطه في المكان اللي انا عاوزه. دايما ما تحطش كتير على الديسكتوب، انا عارف في ناس بتستسهل تحط على الديسكتوب، حط دايما في الدوكيمنتس بتاعتك
لغاية ما تنظم حاجتك مع بعضها بشكل كويس. طيب علشان ما اطولش عليكم، انت كده دلوقتي اتعرفت تماما على ايه الطريقة اللي انت تقدر بيها تعمل برزنتيشن. على فكرة كل الشغل اللي انت بتشوفه في البرزنتيشنز اكتر من كده مبني على دي. انت دلوقتي لو استخدمت التولز اللي احنا اتكلمنا عنها دي، ان انت بتعمل نيو سلايد، ان انت بتغير الفورمات بتاعها، تحط تكست، تحط ايمج، وتعمل سلايد تانية وهكذا، انت كده عملت برزنتيشن، ما انتش محتاج حاجات اكتر من كده. اعمل الحاجات دي، وبعدين الفيديو الجاي هنتعلم شوية حاجات صغيرة تانية مع بعض، بحيث ان احنا ان شاء الله نبقى احسن في عمل البرزنتيشنز. اشوفكم بقى في الفيديو الجاي.